مشاهدي قناة فوت كافي دي زاد، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة الكرة الجزائرية. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلموا عن رياض بودبوز، رياض محرز، الأهلي السعودي بصفة عامة، والأخبار اللي خرجت تقول بأنه بودبوز قد يخرج من الأهلي أو يتم تسريحه. كيف ولماذا ومتى؟ ما راحش نعطوكم كلام شعبوي ونتكلم لكم على الهاشتاغات، وجماهير الاهلي راهي دير فيها هاشتاغ، ومحرز دار تغريده، وفلان وعلان. انا شفنا هذا الكلام، قال لك بانه سيتي دار تغريده، ملك العرب، ملك كذا، راهو هنايا قال لك ما يروحش. انا شفنا في الاهلي هذو التغريدات ما عندهم حتى معنى، ومحرز ما عنده حتى دخل في يعني مصير الاهلي ولا يعني تعاقدات الاهلي. هو مجرد يعني منشور وخلاص، هذا فقط. وممكن هذا المنشور عنده اسبوع ولا اكثر والان الناس تهضر عليه. الآن نتكلم عن الأمر بكلام علمي منطقي وواقعي، نسقوا على الواقع، ما نبيعكمش يعني الشعبوية كما يدور بعض. الآن نتكلم أمر مهم جدا، هو أنه الأهلي السعودي عنده ضعف كبير جدا في خط الوسط، خاصة خط المحور، وفي خط الدفاع، خاصة المدافعين الأوسطين الأيمن واليسار، يعني الكاتب والسان كما احنا نقولوا بالسيستم تاع بكري، عنده ضعف كبير جدا 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 جدا. هذه وحده. يوم امس فقط شفت بانه خرج خبر بانهم تعاقدوا مع اللاعب سعودي احتقد من الباطن ولا حاجه كما كان هذه من هذا القبيل، مازال ما حفظناش الانديه السعوديه. الناس استهجنت، قالوا شوف يا محرز وين رحت، وشوف الان مع من دي بروين الى نسيت اللاعب هذاك كيف يسموه، لكن الناس ما تقراش وما تفهمش وما تحوش تعرف واش كاين. يا جماعه لازم نخمموا مليح قبل ما نتكلموا، لانه في السعوديه هناك قانون يمنع الأندية أن تتعاقد مع أكثر من 8 لاعبين أجانب. شحال كاين من لاعب أجنبي الآن في السعودية أو في الأهلي السعودي؟ عندنا محرز، عندنا فيرمينيو، وعندنا سام ماكسيمان اللي جابوه مؤخرا، وعندنا كذلك الحارس ميندي، وعندنا كيسي الإيفواري تاع برشلونة اللي تعاقدوا معاه اليوم. إذا راهم خمسة، ونزيد لهم أليوسكي المقدوني، ونزيد لهم كذلك رياض بودبوس الجزائري، يعني راهم سبعة أجانب. الآن مازال عندهم بوست واحد برك. الأخبار في السعودية تقول بأنه هناك اهتمام بلاعب وسط محور، راهم يحوسوا عليه بعجالة. هما ماذا بهم يجيبوا أمرابط؟ أمرابط راه رفض رفضا قاطعا أنه يروح إلى الأهلي السعودي، وراه ينتظر عرض اليونايتد، وأعتقد أنه في هذا الأسبوع راح تتم صفقة أمرابط إلى مانشستر يونايتد، لأنه الاتفاق تم وحتى المبلغ اتفقوا عليه. هو رفض رفضا مطلقا أنه يروح إلى الأهلي، والأهلي مازال يحاول فيه. بعض الأخبار تقول أن هناك فيراتي، لكن فيراتي يبقى كحل ثاني بعد أمرابط. وهناك كذلك أخبار تقول بأن هناك ليورانتي، اللاعب السابق لريال مدريد والحالي لأتلتيكو مدريد، وكل هذه الأخبار حاليا ماهيش رسمية. الشيء المؤكد هو أن الأهلي يحاول بكل ما يملكه من قوة مع أمرابط. إذا فشل في أمرابط ممكن يروح إلى فيراتي ولا ليورانتي. كاين بعض الأخبار خرجت اليوم تقول لك بأنه حسموا كلش مع فيراتي، ما كان ولا شيء رسمي، حاليا ما كان ولا شيء رسمي. إذا جابوا واحد من اللاعبين هذو، يعني راح يكون هناك 8 لاعبين أجانب، لازم عليه يتخلص من بودبوز ولا من أليوسكي، يعني لازم عليه بالسيف عليه، ماشي رفاهية، ولا ماشي طلعت له، ولا ماشي حقرة، كيما لأنه حنا وارفنا هذه العقلية تاع المؤامرة والحقرة، ومليح ليك أنت رحت ليهم، ما كاش حقرة، كاين أمور يعني قانون يتبع. إذا جاب الآن فيراتي ولا جاب ليورانتي ولا جاب أمرابط، إذا جاب واحد فيهم خلاص لازم الأهلي يبيع لاعب باش يجيب لاعب. الآن الأهلي السعودي يحاول أن يتعاقد مع 3 لاعبين، لاعب محور اللي قلت لكم عليه واحد من الثلاثة، ولاعبين في الدفاع. المدرب الجديد هذا الألماني ياتسا هذا قال لهم ماذا بينا خلونا رياض بودبوز لأنه شافوا عجبه، وحتى الإداريين تاع الأهلي السعودي قال لك لازم منا إذا قدرنا نجيبوا لاعبين من السعودية. هم إذا شفتوا يوم أمس جابوا لاعب وسط من السعودية، راهم يحاولوا يجيبوا مدافعين من الدوري المحلي، لكن إلى حد الآن ما لقاوش، والمدافعين اللي عندهم جودة راهم في الأندية الكبيرة، في الشباب، في الهلال، في النصر، في الاتحاد، في الاتفاق، يعني ما مش راح يطرقوهم للأهلي هذا بطبيعة الحال. إذا الآن الأمر معقد جدا، باش ما يخرجش بودبوز واللي قبله أليوسكي. وباش نهنيكم مليح، هو أنه أليوسكي راه في قائمة المغادرين، هذا رسمي. اللاعب المقدوني هو لاعب وسط ويلعب مدافع اللي جابوه من ليدز يونايتد الموسم قبل الماضي، ومن بعد داروا له إعارة بعد ما هبط، لأنه هو أليوسكي يقول لهم أنا ما نلعبش في الدرجة الثانية، داروا له إعارة. سنرجع
إذن راهم دايرينه في قائمة المسرحين. بودبوس راه في قائمة الانتظار، بودبوس مازال مش مسرح، راه في قائمة الانتظار. خرجت بعض الأخبار تقول بأن الإدارة تاع الأهلي تكلمت مع بودبوس. لماذا؟ تقول بأنه ما لقاوش لاعبين مدافعين من الدوري السعودي، وبالتالي الآن مفروض على بودبوس مرغما أخاك لا بطل باش يخرج. يعني ما مش آثر تاع حقرة ولا آثر تاع حقد ولا كيما الناس راهي تفهم فيها. خلونا من هذا الكلام الشعبوي وهذه العقلية تاع يعني حقرونا حقرونا خلاص من نروحوا نبكوا حنايا. إذا الأهلي السعودي نادي محترف عنده أولويات، أو رايح يواجه أندية عندها لاعبين نجوم، ماشي أي نجوم، نجوم عالميين، لازم تقوي الفريق نتاعها. باش تقوي الفريق نتاعها هما داروا على جالو في وجه بودبوز، قال لك نشوفوا لاعبين من الدوري. إلى حد الآن راني نتكلم إلى حد الآن في هذه الساعة راهم لقاو لاعب وسط، لكن مازال ما لقاوش مدافعين، وأنا أستبعد أنهم يقاو. باش نختصروا، أليوسكي راه مسرح. إذا حاليا راهو عندهم منصبين، المنصب تاع اللاعب الوسط اللي 99% ما راحين يتعاقدوا معاه، بل نقول 100%. إذا الآن اللاعب المدافع اللي ما راحين يجيبوه أو كاين مكان أليوسكي، وللأسف راه مرغمين باش يزيدوا لاعب مدافع آخر، وبالتالي بودبوز لازم يكون مسرح. لاعب وسط آخر ولا لاعب مدافع آخر، هما المهم راهم يحوسوا يقووا الفريق نتاعهم، يعني 8 لاعبين أقوياء. والآن عندهم يعني اللاعبين في الهجوم، عندهم سان ماكسيمان، عندهم محرز، وعندهم فيرمينيو، يعني ثلاثي الهجوم راه مفروغ منه. الآن لاعبي الوسط، الآن بودبوس أكيد مش راح يلعب في الوسط، هو الموسم الماضي بودبوس كان يلعب كجناح، يعني يلعب كجناح ايسر كما بودبو كما محرز، ولا جناح ايمن في مكان سان ماكسيمان اللي اكيد هو اللي راح يلعب. اذا الامر ماهوش بتلك السهوله، لازم نفهموا الامور مليح. نتمنوا على كل بودبوس اذا خرج من الاهلي السعودي خلاص ما كتبتلوش يروح يشوف نادي اخر، سواء في السعوديه سواء يعاود يروح يرجع لفرنسا. كاين انديه اللي يقدر يلعب فيها، انا شخصيا نقول بانه بودبوس، كاين انديه هذه الانديه تاع اللي تلعب على الاقل كيما نونت كيما يعني ستراسبورغ، انا نشوف بانه صراحه نشوف بانه بودبوس قادر يلعب فيها. والمشكل الحقيقي تاعو ما فهمتوش اسكو يعني انضباط، لانه المهارات والامكانيات تاع بودبوس ولا واحد يشك فيها، لكن وعلاش ما نجحش في اوروبا مؤخرا الله اعلم. يعني لاعب حاليا مش كبير في السن، لانه البعض يعتقد انه بودبوس كبير، لا بودبوس هو كبير على محرز بعام واحد فقط، يعني مازال عنده عامين 3 سنين يقدم في المستوى العالي، لكن اعتقد والله اعلم انه مشكل انضباطي كما يعني ادم الناس والله اعلم. لانه الانضباط مش في الملعب فقط، الانضباط يكون في التدريبات، يكون خارج الملعب، وراكم تعرفوا يعني اللي يلعبوا كره القدم على المستوى العالي يعرفوا هذا الشيء جيدا اعزائي المشاهدين. انا على كل نقول نتمنى التوفيق لرياض محرز مع الفريق الجديد، مع وكذلك لبودبوس سواء استمر مع الاهلي او خرج من الاهلي. كلامي ورسالتي الى الجمهور الجزائري، يعني خطونا من العقليه تاع تهاجموا على موقع الاهلي وتولوا تسبوا في الاداره وتسبوا في الفريق وديروا مشكل مع جماهير الاهلي. للامانه اللي شايفهم محترمين جدا جدا جدا، والجمهور السعودي محترم جدا جدا جدا، ما تفتحوناش يعني كما احنا نقولوا قناه تاع 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 بغض وكره بيننا وبين خاوتنا. خلونا نشوفوا كره القدم باحترام، خلونا نشوفوا كره القدم باخوه بمحبه. مانشستر سيتي ما يفهموش العربيه معليش فتناها، لكن الان محرز راه عند خاوتنا يفهمونا ونفهموهم. لذلك كونوا رزينين وكونوا هادئين، وكره القدم اخلاق وتربيه، وما هي الا رفاهيه، ماهيش حرب ولا ماهيش يعني تروح. المهم لازم نكونترولو روحنا مليح ونكونوا محترمين مع الناس. اعزائي المشاهدين ينتهي لقاؤنا بكم عند هذه النقطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.